السلام عليكم. المهم اخر فيديو ان شاء الله ديال داكشي ديال البي اف او، غنوريكم كيفاش شنو خصكم ديروا في الديابوزيتيف في الباوربوينت ديال السودنونس. دونك كيفاش تشوفوا اول باج راه هي ديال باج كارت، يعني خصكم تفيكيرو فيها لا فاستات تاع لونيفرسيتي، فين درتو ستاج، السوجي ديال ستاج، الدوغي ديالها، شكون دارها، ولونكادر، وفاش بغيتو تبريزونتيو تتبريزونتيو بحال الشكل هذا، يعني تقول لهم تتبريزونتيو راسكم، ابخي تقول لهم نو افون افكتوي ان ستاج او سان دو لابوغاتوار فلاني، ابخي سوجي انتيتولي كدا بوندون اون دوغي دو كدا، او انكادري بار، يعني تمونسيونيو لونكادرون اكسترن و انترن. وفي الاخر تاجوتي واحد بتي ريميرسيمون الا عندكم بحال دابا عندكم والديكم تما، بغيتو تعطيهم شي ريميرسيمون، لونكادرون الا كان تما اكستير ولا انترن تعطيهم اون ريميرسيمون. وفوالا هذه هي اول حاجه غادي ديروها. ثاني حاجه هو البلان، فوالا غيانا دي ابخي تدوزو الريفي بيبليوغرافيك، يعني في الريفي بيبليوغرافيك تديرو كاع داكشي اللي كتبتو تقريبا، هذه تتسمى انتروداكسيون، يعني كاع داكشي اللي درتو في الكوفي بيبليوغرافيك. حنا كنا خدمنا على بريزونطاسيون ديال لورغانيزم، دونك هي الاولى، و ابخي داكشي اللي كتبتو، يعني اون انتروداكسيون جينيرال اللي هي هذه، فوالا دي ستاتيستيك، سي ميو انكم تاجوتيو دي ستاتيستيك اكسترا فحال دابا الا كنتو في الكادر ديال داكشي اللي تنديرو حنايا. فوالا كنا خدمنا في الباتي بيبليوغرافيك على لي ديفيرون باكتيري، فوالا كنا بريزونتيناهم. فوالا ابخي لانتروداكسيون تدوزو البروبليماتيك، يعني راه دايما عندكم واحد اون بارتي بروبليماتيك كتشوفو قللو من الكتابة، يعني واحد شوية ديال الكتابة والهضرة أكثر من داكشي اللي كاين في سميتو، يعني ما تحتاجوش تبقى تقرا واتسيتيرا. فوالا مورا بروبليماتيك تتجي اوبجيكتيف، بغيت تشوفوا كلكو ليني، وموراها البارتي اكسبيريمونتال. دابا بارتي اكسبيريمونتال نشرح لكم واحد جوج ديال لي زاسبي كاينين فيها، سواء انكم تديروا دي فيغور فحال هكا ولا دي شيما، ولكن احسن من شيما هي الانيماسيون. انيماسيون تتكون مهم، لي جوري ما تيملوش من انيماسيون، يعني تيبقاو متبعين اكزاكتومون شنو درتو في كل بارتي في سميتو. باش تفهموا اكثر انا نوريكم واحد ديمونستراسيون ديال واحد سميتو كنا درناها. فوالا هادي بروغراميها، دونك تبقى تتحرك بوحدها، انا كاع ما كنحركها بيدي، ابخي غادي نوريكم كيفاش اكزاكتومون تحركوها بلا ما تبقى تكليكي واشاك فوا في الكلافيي. دونك تشوفوا انيماسيون، يعني انيما تتحرك بوحدها، تقدروا خلاص تحكموا فيها، يعني بقا تحركوها نتوما، المهم سا ديبون. انا كنت مبروغراميها تتحرك بوحدها، فوالا عادي تبعوا شي فيلم. فوالا هذا واحد التيب ديال سميتو. فوالا دي بارتي اكسبيريمونتال، كنا درناها كامله انيماسيون، دازت صراحه مزيان. فوالا مورا خلاص بارتي اكسبيريمونتال تجي بارتي ديال ديال ريزولتا. فوالا يعني مورا ماتيريال ميثود كاينه ريزولتا اي ديسكوسيون، يعني كل ريزولتا فوالا تديروا لي ريزولتا، وهنا تديروا لا ديسكوسيون، تجمعوا كاع داكشي. حنا كنا جمعنا كلشي ودرنا اون ديسكوسيون، فوالا. واخر حاجه هي الكونكلوزيون، يعني اون كونكلوزيون جينيرال، داكشي اللي مكتوب عندكم في الرابور تقريبا، غير هو غيدوي شويه، يعني كيف تشوفوا راه سولمون دي ليني بحال هكا. فوالا هادشي اللي كاين. لا عندكم دي كاستيون شي حاجه، يعني حيت دابا هذا غير اكزومبلير داكشي اللي درنا حنايا في البي اف او ديالنا. الا ما عرفتوش كيفاش باغ اكزومبل بغيتو شي كاستيون فحال هكا في السوجي ديالكم، يعني كيفاش ديروا في السوجي ديالكم، مرحبا كتبوا شي كومونتير لتحت. و فوالا بون كوراج.
Yeah.